السيد زياد دغش، صباح الخير وكل عام وانت بخير. اليوم افتتاح السنة الدراسية والحمد لله بانتظام. هل من كلمة تود توجيهها بهذه المناسبة؟ صباح الخير لجميع طلابنا وطالباتنا، صباح الخير لأهل البلد المغار الحبيبة، كل عام والجميع بألف خير. أولا بهني جميع أطفالنا في الروضات اللي دخلوا على الروضات الجديدة والبساتين وصفوف الأوائل، بهنئهم جميعا، بتأمل أن تكون سنة خير وسعادة ومحبة ونجاح للجميع، ونتمنى من الله تعالى أنه يكون دائما تعاون في جميع المؤسسات التربوية، كما دائما أذكرها، من أجل تقدم المغار وإنعاش وتوسيع المؤسسات التربوية بما تحتاج إليه الظروف الحالية والظروف الراهنة. هناك تجديد، دخول مدير قسم معارف جديد على السلطة المحلية. هل من أشياء مميزة لهذا العام غير هذا الموضوع؟ طبيعي لابد من اولا بالنسبه للمدير القسم، احنا مهنينا في الماضي ومنهنيه في الحاضر، ونتامل قديش في الامكان احنا ثقتنا فيه كبيره، انسان مهني جدا وعندنا تجارب معه في خاصه في الجهاز التربوي والتعليم، بنتامل انه يكون سنه ناجحه طبيعي في مشاركته في تخطيطاته في عمله. بالنسبة للسنة المميزة كان في ممكن كان احتمال يكون في إضراب وعدم افتتاح المدارس خاصة في الوسط الدرزي، وهذا كان مؤسف جدا. أمضينا كم 4 أيام تقريبا في ضغط، في ضغوط أيضا على المؤسسات خاصة على وزارة المعارف ليحرروا المبالغ التي صدق عليها في جلسات الحكومة، ومؤسف جدا ان هذه المبالغ كلها لم تحرر حتى هذا اليوم. بقى آملين انه تتم، احنا عدنا واتخذنا القرار المناسب كي ابنائنا يكون في هنا بهجة على افتتاح السنة الدراسية، ويكون هناك في امل انه خلال 3 4 ايام هذول القادمات انه يكون في تحرير للميزانية. هذا اللي فهمته من مديرة عام وزارة المعارف، انه بعثت لكم رسالة بتأكد فيها انه الميزانيات ستحول. مؤسف انه لسه كله اشتغل وكله منيح، كله اشتغل يعني كانه ما كانش في اشي، واشتغلنا وضغطنا حالنا، صار لنا سنه ونص للاسف الشديد عم ننتظر هاي الميزانيات، وكان في عده مشاكل في المدارس من ترميم ومن تصليحات، للاسف كله على حساب الميزانيه العاديه تبع المجلس المحلي. لابد انه بعد في حتى اشياء اللي ممكن بدها تصليحات قريبه جدا، بتامل انه تصل المبالغ ونكمل هذه التصليحات والتجهيزات الكامله للجميع، مع انه التجهيزات العاديه احنا تقريبا كانت وصلت باكملها للمدارس. بالنسبة لمدارس المغار، هل المدارس جاهزة بشكل تام وكامل لافتتاح السنة الدراسية حسب توجيهات السلطة المحلية؟ نعم، المدارس كلها جاهزة، احنا صار ما يقارب من شهر شرعنا في تنفيذ كل ما يتعلق في التحضيرات والتجهيزات والترميم وتصليحات في المدارس، ومن ناحية القوى العاملة أيضا كله تم على أكمل وجه، بتأمل أنه إذا في أي شيء نواقص معينة أنه تكون في خلال الأيام القليلة القادمة. أبو طارق، كل عام وأنت بخير ويعطيك ألف عافية. أنت بخير، كل عام وأنت بخير، كل عام لجميع أهل المغار بخير، وعيد مقرب علينا، عيد الأضحى المبارك، أملين أنه يعود على الجميع بمحبة وألفة وخير وسعادة وسلامة. ومن موقع سبيل نقدم التهنئة لجميع طلابنا الأعزاء، وكل عام والجميع بألف خير.